حجة القوانين الخاطئة، The Wrong Laws Argument. الفيلسوف الأمريكي المعاصر آلان هايك جادل إن دي مش الطريقة الأفضل لقراءة أفكار هيوم، وادعى إن الحجة من الأصح أن تفهم على الصورة الآتية: 1. المعجزات هي أحداث خارقة لقانون طبيعي حقيقي، A True Law of Nature. 2. لما بيواجه الفرد من خلال الشهادة أو التجربة المباشرة حدث يخرق قانون الطبيعة حسب إدراك وفهم الفرد لقانون الطبيعة، الفرد لابد أن يقرر هل هذا الحدث فعلا خارق لقانون الطبيعة أم أن الحدث بيظهر إن كان معتقدات الفرد عن القانون خاطئة. 3. على الأرجح دائما أن معتقدات الفرد عن قانون الطبيعة هتكون خاطئة من أن الفرد يقابل حدث خارق لقانون الطبيعة. 4. الشخص العقلاني دائما ما هينسب اعتقاده إلى الدليل. 5. وبالتالي إن كان الفرد عقلاني لابد أن يستنتج أن الحدث البادي وكأنه معجز أو خارق للطبيعة ما هو إلا حدث واقع تحت قوانين الطبيعة، لكن فهمه وإدراكه لقوانين الطبيعة كان خاطئ أو غير كامل. زي الحجة الأولى، الحجة هنا بتجادل إننا غير مبررين عقلانيا في الاعتقاد في وجود أحداث شاذة أو خارجة عن السياق فردية حقيقية. وبما إن كل المعجزات أحداث فردية شاذة خارجة عن السياق، إذن نحن غير مبررين في الاعتقاد بوجود هذا النوع من الأحداث. الحجة دي تبدو متسقة بشكل أفضل من حجة ميزان الأدلة، لأن الفرضية اللي سببت إشكالية في حجة ميزان الأدلة مش جزء من الجدلية دي. إزاي من الممكن للفرد إنه يتأكد إن التجربة اللي بيمر بيها خارقة للطبيعة ومش مجرد خطأ في إدراكه فهمه واستيعابه لقوانين الطبيعة؟ في الحقيقة بناء على قدرتنا المحدودة وفهمنا الغير كامل للطبيعة وقوانينها حتى مع تطور العلم الحديث، من الأفضل إننا نتروى في الحكم على التجارب بإنها خارقة للطبيعة، لأن فعلا من الجائز جدا إنها تكون بتظهر مجرد خطأ أو نقص في فهمنا للطبيعة. النوع ده من الشكوك بيقوى خصوصا كل ما تزيد معرفتنا بالطبيعة وقوانينها العجيبة اللي بتفسر إزاي الأحداث الطبيعية الخارقة بتحدث بدون أي تدخل من قوى خارجية. على سبيل المثال، احنا عارفين ان ظواهر طبيعية مدهشة في الماضي داخل مجتمعات اقل تقدما اعتبرها البشر في الوقت ده ظواهر خارقة ومعجزة، لكن العلم الحديث اظهر انها نتيجة اسباب طبيعية خالصة. النمط المتسق ده في اكتشاف ان الظواهر الطبيعية المدهشة اللي اعتقد في وقت ما انها خارقة للطبيعة تم اكتشاف انها ظواهر طبيعية خالصة بدون اي تدخل خارجي بيقوي من الجدلية. أحد الاعتراضات على الجدلية دي هو إن في بعض الحالات هتتوافر فيها معلومات كافية عند الفرد ببساطة لأنه يقرر إن الظاهرة بتخرق قانون أو مبدأ من مبادئ الطبيعة وإنها مش مجرد خطأ في فهم. والمثال اللي عادة ما بيستخدم لتفسير الاعتراض ده هو القصة التوراتية عن خروج موسى وقومه من مصر وشق البحر الأحمر والمرور من خلاله. لو تخيلت اللحظات إنك أحد قوم موسى واقف على الضفة الشرقية للبحر الأحمر بتشاهد ضفتيه بينضموا وبيبلعوا فرعون وجيشه اللي كانوا بيطردوكوا من ساعات، لو اعتبرت جدلية القوانين الخاطئة هتقول إن الظاهرة اللي انت شهدتها حالا طبيعية ومتسقة مع قوانين الطبيعة، لكن انت متأكد إن ده أمر خاطئ لأن في عدد كبير من الأدلة المباشرة والغير مباشرة في صالح إن الظاهرة خارقة للطبيعة. لكن تاني، الإشكالية في الرد ده إنه لا يفترض الحالة الراهنة لإدراكنا للطبيعة وقوانينها وبيفترض إنها كاملة. الأمر الغير صحيح تماما، لأن من الجائز جدا إننا نكتشف عمليات طبيعية متسقة مع قوانين الطبيعة بتمكننا من شق البحر مثلا. اعتراض آخر هو إن لو بعد عدد من السنين في البحث العلمي لظاهرة ما، من الجائز إننا نستنتج إن حدث ما أو ظاهرة ما غير قابلة للحدوث بأي شكل أو قانون من قوانين الطبيعة، أو إن ظاهرة ما غير قابلة للتفسير بأي تركيبة من الممكن تخيلها لقوانين الطبيعة. ده بكل تأكيد هيكون سبب كافي لقبول الظاهرة المخالفة لقوانين الطبيعة على إنها فعلا معجزة وليست مجرد خطأ في إدراكنا للظاهرة. الإشكالية في الرد ده إنه غير محدد وبيفترض أمر لم نشهده من قبل داخل عباءة المدرسة العلمية.